التحول إلى صحيفة الجريدة وفيها نقرأ وزارات في الخرطوم تصرف مرتبات لموظفين غير موجودين. كشف تقرير جهاز المراجعة القومي لولاية الخرطوم عن حدوث تجاوزات في بعض بنود العاملين بعدد من المؤسسات، وأوضح أن إجمالي المبالغ التي صرفت دون وجه حق بلغت 98,258 جنيها في مخالفة للائحة الإجراءات المالية المحاسبية لسنة 2011. وأكد التقرير الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه صرف مرتبات لمن هم في إجازة بدون مرتب في وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة لصرف مرتبات لموقوفين عن العمل بسبب الفصل. تتواصل هذه المخالفات في أمر المرتبات كسابقاتها في ولاية جنوب دارفور، عندما تم اكتشاف أن هنالك بعض المرتبات تصرف هنالك مؤزنة تتعاطى مرتبا. يعني مؤزنة بأحد المساجد تتعاطى مرتبا. يعني برأيك لماذا تتنامى هذه الظاهرة؟ تأخذ مرتبا. ولماذا يعني تتوالى مثل هذه الأمور في إشكاليات المرتبات؟ صرف مرتبات لموتى، صرف مرتبات لموقوفين عن العمل، صرف مرتبات لمن هم في إجازة وما إلى ذلك. يعني أين يكمن الخلل برأيك؟ وزارة الخدمة المدنية جميعها تحتاج إلى مراجعة لأنه بها كثير من الفوضى، وكان قد ابتدر الدكتور فيصل حسن إبراهيم قبل أن ينتقل ويصبح مساعدا لرئيس الجمهورية يعني مراجعة واسعة للملفات المتعلقة بالموظفين. نأمل أن يكمل ذلك الوزير الحالي حامد ممتاز وبسرعة وبقوة، لأن المراجعة في جنوب دارفور هي كانت قد كشفت مزيد من الإشكالات الواضحة في هذا الصدد، لأن ولاية جنوب دارفور كانت قد كلفت شركة محايدة بأن تقوم بهذه المراجعة. نأمل أن تعمل هذه الشركة في كل الولايات، ستكشف العجب والعجب. جيد جدا أن يقوم المراجع العام ويكشف بهذا حتى في عاصمة البلاد. إذا كنا قلنا أن هذه المسألة ممكن أن تحدث في الولايات، فهذه مسألة قد تكون ممكن مقبولة لحد ما، ولكن أن تحدث في عاصمة البلاد فهذا يعني أن هنالك اختلالات إدارية واضحة وفوضى عارمة تكتنف هذه الخدمة المدنية تحتاج إلى مراجعات. نعم. يقلل كثيرون من قيمة مثل هذه الأخبار باعتبار أن كثير من المفسدين وكثير من التجاوزات تم اكتشافها في السابق، ولكن لا محاسبة ولا عقوبات ولا أشخاص يقدمون للمساءلة. دور المراجعة القومي في الأصل هو الكشف عن المعلومات، أما الجهات التي تتخذ الإجراءات هي النيابة والقضاء وهذه مسألة أخرى، لكن كان الأفضل أنه يكون في تنوير دائم كما يقدم التقرير من قبل القضاء أو من قبل النيابة العامة بما تم التحري عنه والوصول إلى حسمه بشأن المخالفات، حتى يكون المواطن على بصيرة ويتأكد أن هنالك فعلا هنالك تحركات حكومية فيما يتعلق بمثل هذه بحسم مثل هذه التجاوزات. هل يمكن أن نتوقع أن يصبح ديوان المراجعة القومي ذراعا لحملة الدولة في محاربة الفساد ومحاربة القطط السمان، بحيث يتم تفعيل هذا الدور أكثر في المقبل الأيام؟ من ناحية أولى، المسألة المتعلقة بتقرير المراجعة القومي هي من أفضل الأشياء التي قامت بها الإنقاذ، كونها تكشف كل هذه التفاصيل أمام الملأ وفي البرلمان وفي المجالس التشريعية. هذه مسألة جيدة ومحمودة لحد كبير. أما من ناحية تانية فيما يتعلق بمتابعة هذه التقارير فهي تحتاج تنويرات من قبل الجهات المعنية بالتحريات حتى كما ذكرت يكون المواطن على بصيرة. يعني النيابة والقضاء وغيرها المكلفة مسألة بالتحري في هذه. هل البرلمان دور في هذا الاتجاه؟ أيضا البرلمان له دور، البرلمان يقوم بكثير من المساءلات في هذه الجوانب. أما بالنسبة للحرب على القطط السمان، في كثير من الأحيان التجاوزات قد يستطيع أن يصل إليها المراجع القومي نفسه. هنالك شركات تعمل خارج الأطر القانونية، هنالك من لا زال يقوم بعمليات التجنيب وهذه لا يستطيع أن يصل إليها المراجع العام. هذه هي القطط السمان الحقيقية. من برأيك يمكن أن يصل إلى هذه القطط السمان؟ معلم التي المراجع العام تصور أنها أكبر من المراجع العام. هي عبارة عن شركات وهمية قيلت في أكثر من مرة في تقرير المراجع العام نفسه، ولكن حتى الآن لم يتم حسم أمرها لأنها قد تكون على صلة ببعض الأجهزة، قد تكون على صلة ببعض الدوائر الحكومية، وقد تكون على صلة بأنها ممنوحة لا زالت الحصانات. هنالك أيضا التجنيب الذي يتم من بعض الحكومات الولائية أو من بعض المركز، لا زالت هنالك إشكالية في ولاية المالية للمال العام، بالرغم من أنه الفريق بكري حسن صالح نائب رئيس الجمهورية كان قال في حملة تدشين
التحصيل الإلكتروني إنه بعد ثاني ما في عضة، ولكن بعد فترة كانت هناك كثير من التجاوزات لا زالت موجودة كانت في عضة ولا زالت الغطة السمان تعد. هل سيد أشرف، يعني أنا أود أن أختم معك بنقطة ربما تبدو جوهرية في 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 هذا الشأن، هل سيطول أمد هذه الحملة، حملة الدولة تجاه القطة السمان، طالما هنالك بعض الجهات تبدو ربما أعلى من كثير من المؤسسات، ربما جهات تبدو مسنودة، ربما جهات تبدو متمكنة في 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 فسادها وفي تأسيسها لنفسها، هل سيطول أمد هذه الحملة تجاه القطط السمان وسيبدو أفقها مفتوحا بلا نهاية؟ الواقع يقول ذلك، ويبدو إنه رئيس الجمهورية كان قد يعني منح الجهات التي تقوم بالحرب على القطط السمان كثير من الصلاحيات وقال إنه لا كبيرة على القانون. الآن من خلال التحريات واضح إنه معظم الذين تم القبض عليهم هم نافذين في السلطة، وبالتالي قد تمتد هذه المسألة. لكن في الغالب هنالك حديث مهم فيما يتعلق بشأن حسم عمليات الفساد، بأن الفساد من المفترض أن يبدأ بمنهون أعلى إلى أدنى، فهنالك عديد من الملفات تحتاج إلى فتح. قضية السودانير، قضية بيع هيسرو، في قضايا كبيرة وملفات مهمة وردت فيها كثير من المعلومات التي تشير إلى أنها بها تجاوزات ومخالفات. هذه قضية أكبر من قضايا هؤلاء القطط السمان، هؤلاء أصغر بالنسبة لهذه القضايا الكبيرة. نحتاج لفتح هذه الملفات الكبيرة، خاصة مع أن مدير جهاز الأمن والمخابرات قد أنشأ وحدة جديدة مهتمة بالتحقيقات حول هذه القضايا. يجب أن تفتح كل هذه الملفات، ويجب أن يسأل كل من شارك في هذه الملفات بلا تحفظ. هنا تكون هنالك الإرادة، على إرادة الدولة كاملة فيما يتعلق بالحرب على الفساد، ولا زلنا ننتظر. تتوقع تفضي الدولة قدما في هذا الاتجاه؟ لا زلنا ننتظر ونتمنى ذلك.